ما قالوا ما قالوا هاو ما قالوا ما قالوا هاو ما قالوا ما قالوا 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 عاش اللي هجروا لحماه هاو ما قالوا ما قالوا فاتوا خلالي غير احزان هاو ما قالوا ما قالوا كان منور واصبح مظلم ترجع له تاني الغرام عمر عشي تاني وزيان والشارد يا حمام هذا عمر بصورة هاتفني يردم وحال باش تراضي هو عينه غير لي ويقول يا فتكات هذا الحكم منهم غير خطي زواج مصباح الله يحمي إحساس والمعنى يعني جمعهم غير فرام أو ما قالوا ما قالوا 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 يا حسرة علي يا هاو ما قالوا ما قالوا كانت عشرة حلاوة بدوام كلا قربين الخلان يوم تبدل راشين ماش تبع يومين هذا واخد هاتن هفي الاخر ما عندها غرض فيه هذا بغادرة تصطي الكات وتهلاك هذا مرت وغير تكعي رافت سروة طافي يعطيها وتزاول فيه سامحني عافاك شراجم كيدير دير شراجم طرزة عم الحاج راسك ولا كبير يا سعيد يا شعب الخضر شنو بغيت اجتك عم الحاج بديك القصه اللي هضرتك على حياتي قصه شنو قصه قصه نهار اللي كتبت قصه حياتي واخا من بعد انا نقرا ان شاء الله لا 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 تنطق فيك عم الحاج انت ما عندك مع الفعل الماضي والمضارع ان واخواتها شوف الا كانت خاصني اخواتها انا نصيفها واخا سي اخواتها انا غادي نبان على بالي بها ان شاء الله لكن بشرط عم الحاج نرى تنطق فيك انت مزيان هذا الشيء في شي اسرار خطيره اسرار خطيره واش ندير بها هذا الاسرار الخطيره سياسة لا عم الحاج واش هذاك المرض واش انا وجهي ديال السياسه عم الحاج لا 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 علاش زدت تقاعد ما بقيت سياسه انا هذا في واحد صافي 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 ايوا ايوا صافي صافي كنت حشم كنت حشم صافي غنعاون لا ترى خصك تقرا لان طالبني عليه واحد هولندي باغي يدير واحد جوج ديال لي لونغ ميتراش راه وعطي لي الخبر باش نمشي نقرا صافي يمكن لك تمشي بحال دابا انا غادي غادي نقرا الا بغيتي الا جات على خاطرك الله يعاونني انا هو اتاي حارو نعناع كيف كيبغي سعادة القايد سمعتكم كتهضروا على شي مسلسل اش مسلسل لا نقولها لي ولا تقولها انت لا 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 انا اللي بغيت تشري من عندهم البيكوب على حسابي انا غيحيدوك 50% لانك انت بحال كنا كنهضر على واحد المسلسل اللي غادي يكون في التلفزيون اليوم ومهم مسلسل عظيم انا كان عقلي في عيني شفتوني وبدلتوا عليا الهضره انا غادي نحشم وغادي نمشي نطيب الغداء او ما قالوا ما قالوا ناسي العهد نسيتيني وحرام عليك ويا يا يا على صايبياتي صايبياتي في الاخر خلاو الصينيه كما هي ما يكون غير عيسى هذا اللي معطفين ودر السي مبارك نعيش بها تخيا اش هذا اش هاد الشيء هذا خالتي الحبيبه صباح الخير حبيبتي بونجور فين غاديه وقرا الكتيب هنا في البالكون لا الله يخليك خليوني مع باباكو في التقار وصاني ما يدخل حتى شي واحد بيت النعاس وصافي يا خالتي عافاك عافاك ولي اني كطعفي طبوحتي ها يلا جلسي يا ما نصكش عطاني فيما كتشوري ضقت فيها وبعدي ليا كيبيني ما كيبيني كيبيني ما كيبيني حتى تنتفي كل شيء سمعتي صافي سمعتك هكي هكي شوف هادي ديال من واش ديال سي مبارك ولا ديال ديك اللي ما كتسمى هادي مذكره ديال بابا ولكن حنا ما كنتصرفو حتى مع شي بيسري علاش تكون عندنا مذكره ماشي مذكره البيسري هادي مذكره كتب فيها قصه حياته قصه حياته الله
إذن غتكون أختي هنا يا غتكون راضية هنا يا خويتي حبيبتي. عفاك عفاك قولي لي شنو كاين قولي عفا بنتي قولي. وخالتي اش بغيتي نقول لي؟ قولي لي قري لي وخا يسطير على اختك. لا 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 ما يمكنش. لا لا سمعي نقول لك سي مبارك كيحبق على اختي راضية اكيد غادي يكون كتب علينا الله يرحمها. لا 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 ما غنقراش لك هادشي شي حاجة خاصة ببابا ما عندناش حنا الحق لا الحاجي ولا نقربوا لها لا نقراوا فهمتي؟ اه فهمتي؟ حيوان بكي على قلة فايدتي بلقادي شهدوا عليا فيها عباد الله نكملوا السيتكوم غادي نمشي نقرا يلا. مرحبا الشباب. سلمى ما شتيش واحد لي زيسكابا؟ داكشي مخبيه ليا. داكشي مخبيه تما والو غنشوف والو غير كتاب غير كتابه فريده غير شوف سلمى شوف شنو هذا فريده كتاب ديال بابا كتاب حياتي فريده كانت ايام الطفوله من احلى ايام حياتي رغم ضيق العيش وها هي مرحله الشباب مرحله الشباب لا سلمى غتعطيني نقرا هادي قصه حياه بابا وقيت العائله لا عطيني نشوف لا ما غتشوفيش انا غنشوف ندير لها غير فوتوكوب لا عافاك تحمق ولا مالك حقا جوا درك يتسناك في التليفون ديالك انت فريده هاو ما قالو ما قالو كنت اقف طويلا امام حيهم وأنتظر أن تمر في اتجاه السكويلة. بابا ما تقوليش عليك الرومانسي فاش كان صغير. ولا جابينا ديك رحمة راح يطح على زنافر. وبعد مرور 3 أشهر عرفت بأن اسمها زبيدة. زبيدة لو عسيلة زبيدة كان اسمها زبيدة. شنو بغيتي زعما يكون سميت عبد السلام؟ وقفت قرب المحلبة. محلبة؟ بزافة وهذا من جدار الصمت محلبة سمسمي حاملا وردة حمراء رومانسي اقتربت وناديتها باسمها زبيدة فتوقفت ونظرت إلي بنظرات اش قالت لي؟ اخترقت جسمي وقالت مع موسيقى صامتة وخفيفة شكون داري الموسيقى؟ أحمد والمحلابة قالت ماذا تريد؟ إيش قال لها؟ ماذا أراد؟ ما جاوبهاش طاح سخف أرد كتاب وبعد مرور مدة من الزمن بدأت أتعاطى المخدرات لأني اكتشفت أن ويلي 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 شنو كاين؟ زبيدة مالها؟ حاملة. قبيلي هادشي كيعني بأن عندنا خونا ما عارفينوش المضر؟ شنو زعما تخلى عليها وهي حاملة؟ أو ما قالو ما قالو. بونجور بونجور مرحبا لاباس عليك؟ الحمد لله بخير تفضلي بابا ندير لك واحد الأمانة أمانة؟ واحد المرأة عطاتني هاد رسالة وقالت لي عطيها لبابا كيديك ليدو امرأة؟ ايوا حلها وقرا شنو فيها هادي مرأة يمكن شي محتاجة باغيك تساعدها كي صحاب لها باقي قايد وباقا في يديك السلطة يمكن هو سمعنا الغلطة مسكينة يمكن ايه الحمد لله وحده عزيزي مبارك شنو سمعت؟ عزيزي مبارك هذه باينه بلا بنت محترمه وكتحترم اللي كبر منها وباها قالت لك عزيزي مبارك انني لم انسى السنين التي مرت السنين التي مرت مرضت كتب السنين مرضت ها على صيفطت لك الرساله باش تعاونها باش تساعدها وارغب في استرجاع تلك الذكريات وموعدنا
كالمعتاد. باغيا ميعاد ياك يا كمبارك هادشي اللي سمعت باغيا ميعاد عطيها موعد. ايه شوف الا ما كنتيش انت مسالي نمشي انا ما كاين حتى مشكل انا كيعجبني ندي الاجر. او ما قالوا ما قالوا عطلات هاد كيتي عندك فايز جردة هي جردة شكون هي بعدا شكون هي سميتها زبيدة ورسالة عزيزة مبارك وتمي جاي لا 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 خصني نمشي بحالي. تمام الأول لقيت أنا تمام مشيتي في الوقت المحدد تماما. سخير سخير سيدي أنا جيت كيف قلتي لي في رسالة أنا جيت عزيزي مبارك أنا جيت أش من رسالة؟ كيفاش أش من رسالة؟ رسالة كتبتي لي هذا هو كتبوا لي فيها بلي نتلاقاو هنا في الجردة. أشنو؟ أنا كتبت لك رسالة؟ معلوم وأنت في هاد السين قد با؟ قد با ولا كتشدك شوفي غنفهمو غدا الزبير قلتي لي بلي انت حامله معايا الزبير اين الزبير ولدك الزبير شفيه اش داك الشيء شوف هذا كيتبسل عليا اسمح لي شكون انت سيدي شوف شكون انا القايد انا كيفاش هضره ديال مرتي هادي وملي كتهضر معها راه كتمسي شرفي مرتك هادي اه مرتي هادي قولي لي استغفر الله العظيم اذا النمره غلطه فيك كيفاش النمره غلط لا لا وقعش انت قدك الوالد واسمح لي قدك الوالد وكتبسل عليا انا ما انا واش انتوا كل كلشي عندكم كيف كيف لا لا اسمح لي انا بشرفي انا بشرف انا محترم انا غير كل ما هنالك انا قالت لي حامله معايا حامله معاك انا ما كنت وين غادي يديك فين غادي تشوفني لا 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 شوف شكون غادي يحملك ومزوق او ما قالوا ما قالوا صافي 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 اي بوحاط يا خويا مع راسك مازال ما كنقصحكش بزاف انت عاود لي دابا عاد قول لي شنو كاين كيف طرا لك هادشي وفين طرا لك هادشي والو انا كنت جالس في الجردة قلت نشم شويه د الهواء كان سمع العصافير وكان نهار غير بنهار واحد شويه ما حسيت واحد الضربه هو تحت الظلام واش داك الجردة علاش مشيتي للجردة قلت زعما نخدر عويناتي تخدر عويناتك وما زرقوها لك وملي بغيتي تمشي للجردة بغيتي قنطتي بغيتي تفوع قولها لي نمشي انا وياك للجردة بغيتي تمشي للبحر نمشي معاك اللي بغيتي نمشي نديرو معاك علاش مشيتي بوحدك انا كنت جالس في الكرسي ديال الجردة واحد المراه جات سلمت عليا انا نط غير باش نط باش نسلم عليها وقف واحد الراجل قال لي اسمه الزبير واحد الراجل مقلضم مع راسو وشي عضلات وشي بادر عنده قال لي اش بينك وبين مراتي بق صافي وفعلا فعلا اش بينك وبين مراتو انا خليني نفسر لك هاني كنسمع انا هاد الايام جاتني واحد البره مرا لا بره باش مرا برا أيه؟ جاتني برا من عند واحد المرأة كتقول لي فيها بلي راه كانت حاملة معايا ولدت معايا ولد حاملة معاك ولدت معاك ولد الله عيني إيوا الله عيني مبارك علاش مخبي عليا هذا الماضي الاسود ديالك ها عيب عليك عندك ولد من مرا اخرى ومخلي عليه وما كتعرفش العقوبه ديال اللي كيتخلى على ولادو اشنو هي وانت زعما قايد سابقا ماشي عيب عليك عاد بديت كنعرفك على حقيقتك مبارك صافي قلت يا كبيه تقبيه احنا تقبيه الله يرضي عليك اي صافي بشويه بشويه عليك مالي هاني سايقه بك شوف رحمه راه هادشي كله اللي قلت لك هذيك البرا وديك البرا وديك الولد راه ما كاينش منه واش انا ندير هادشي واش انا اللي كنت قايد سابقا والناس كيحترموني والناس ديال الدرب كلهم كيحترموني وعندي ثلاثه البنات واش انا نشوه هذوك ثلاثه البنات ونكذب عليهم ونخبي عليهم الولد صافي ما عندي صافي الله عيني صافي تهدم هادي شي تنوعيره هادي شي تنوعيره شي حيله هادي داروها لي كيدبروا لي شي طبخه باش يطيروني من الدار او ما قالوا ما قالوا ويلي الرجل تكبر عاد بنت المراه وعاد بنت الولاد ما حالتي بس الخير قد عمرك النهار دخلتي عندنا لهاد الدار وحنا هك بعدا صبعك دير له هكا وهك الهليك الزهلك اشنو بغيتي فين مبارك
لاش بغيتي عيان ناعس؟ انا نمشي نشوفه. جلس الارض لاش بغيتي؟ لا ضروري خصني نمشي نشوفه. لاش بغيتي؟ انا عطيتو واحد الفيلم باش يقرا وانا دوت مع واحد المخرج عطيتو الفكره باش عليه قال لي اليوم بالهولنديه يا تجيب الفيلم اليوم يا صيفط اماك للحبس اليوم. ايوا تمشي للحبس اليوم. وانا عاد خرجت منه دخلنا عليك بالله الا ما سيري جيب لي هذيك القصه خليني نمشي في حالي انا مزوفك على هذا الفيلم يعني مهم حتى لهاد الدرجه مهم؟ انا الحياه ديالي تشبكات انا في مشاكل انا في ورطه. في ورطه؟ لا زعما الفيلم ديالي سميتو الورطه تون وقيل غادي يمثل معايا فيه محمد الخلفي. انا مزوقه فيك واحد الكتاب كان في بيت مبارك عافاك. ويلي سول عليه وحق الله يا اختي قلت له ما يقصني حتى شي حاجه ولكن هما كيديروش رعيديهم. عرفتي بغاه السعيد وناش بغاه السعيد وانا عارفه بغاه وصافي. لا ما عنده ما يدير به هذا ديال سي مبارك وكتفي قصه حياته. عزيزي شابك الله شابك الله باش تقراي وتعرفي سي مبارك كان كيحب اختي راضيه. ايوا شنو دابا كتنكيني ولا شنو؟ كتشكم عليك كتشاركه زمان هكاك اختي قراي واش من قرايه انا راه ماشي من طبيعتي وماشي من عادتي نقرا شي حاجه اللي ماشي ديالي. ويلي على تبراني يعني نقري اختي وغير على وجهك ها نقرا سطر واحد سطر واحد سطر واحد حليمة هاد الكسب ماشي ديال مبارك ديال راجلك سعيد. سعيد قري غادي يكون كاتب عليا واخا قلت انا وياه. ايوا والله نشوفوا المذكرات كي حليمة انت هبيلة ومقلوبة عليك القفة حبيبتي. او ما قالوا ما قالوا ويا بقى باغي معاك السير صافي شنتو تنجا صاحبي انا غنخلص لكم القهوة انا صاحبي 5 دقائق غنكون عندك واش عارفني غادي في داكشي ديال هكا 5 دقائق 5 دقائق الله تهلا في راسك شحال فيه ديال فريع الراس. هذا ديالك؟ اه ديالي. عرفتي شنو فيه؟ عرفتي شنو فيه؟ وانا عارف شنو فيه. هذا ديالي انا. انت اللي كاتبو؟ لا شكون اللي كاتبو؟ امي. انا اللي كاتبو. عقلتي انا كنت نقول لك نمشي لطنجة عند امي. كنت نمشي نكري واحد البريت في واحد السطح 4 شهور وانا كنحط الافكار والعصارة العصارة ديال الدماغ ديالي. انا عندي مسار كبير هنا. انا قبل ما ناخذك عقدتك وقزبتيه. غير ديال الكتاب. عرفت شنو فيه انا؟ انا عارفه شنو فيه. حتى انا عرفت شنو فيه. انت عارفه اش فيه هادشي؟ ايه. وانت ما كتفرقيش ما بين كعوب وعو تعرفي هادشي اللي مكتوب هنا؟ تقدي انت تعرفي هادشي؟ انت سميتك كتكتبها من اللور. سميت امك سولت واش كتعرفيها؟ هادشي صعيب عليك يا حليمه، صعيب عليك انك تعرفي هادشي. رحمه قراتو عليا. شكون رحمه؟ ولا مولاتي مرت القايد مبارك. هي دابا انت عارفه كل شيء داكشي اللي كاين تما. ايوا انا لله وخبار ونعم بالله. حليمه الاحترام هو الاحترام. ادوي نعم حليمه كتبيع الكيف ها؟ اش لاهبي وانا ما فراسيش ادوي شد حليمه تركب الخاتم. حليمه انت منين جبتي هادشي كله؟ عاد زيد علاقه مع امراه اسميتها زبيده وهادشي كلشي كتسمى زعما كتضحك عليا شد حليمه جوج دقائق وانا جاي عندك بلا ما تعتف انت بلا ما تعتف هل ادوي عاد ولد معاها ولد ياك ولد غير شرعي هادشي كلشي ورا ظهري شد وكل معايا راجل وقف وقف انا وقف عاد عاد فراسي انا كلشي الربيع ديال البنات اللي كتدي المحلبات وكتخلص عليهم الحلاوي يا الله كريم ولا ما يمكنش تبقى ساكته
وكتخلص عليهم الزليف ضرايل. عفاك خليني كلشي كذوب. كذوب كلشي كذوب. هادوي كذوب كذوب. كتزلت الزليف ضرايل وانا اللي مراتك بعت عليك ذهبي ياك باش خرجتك من الحبس. ها هادوي في الاخير مشيتي حتى الزلافه ديال بربوش. ايوا صوت يا الله. ولي 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 والله الا ضربته بقنق. سعيد اش من سعيد الله هذيك راه ولات عايز دابا اش من سعيد. علاش ما كنبغيش نضرب انا بالقنق حليمه؟ اش هذا المستوى؟ فين هي الانوثه؟ اشنو فين هي المراه؟ ها هي واسمحي لي ما بيناش عليك. عندك حليمه طلي لي التليفون بالدم. ويلي 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 بينو الروحه غادي تطيح عندي في الدار. انتي 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 مرا مزيانه. ايدي امو ايدي امو حليمه بغيت نقول لك واحد القضيه بصراحه. شتي داك 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 القصه انا خاونها كنت اريح مع ولد امينا في القهوه وخطبتها لي. انا 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 حليمه هاد الوجه هذا ديال المؤلفه حليمه حاشا لا شتي شي واحد قلت انا كيالف بنت لك دابا انا انا خليه هو عبد الكريم برشيد. بزاف عليك عبد الكريم برشيد. انتيها انتيها وانت حليمه شتي داك البريكول انا كنت شديته كنتي انت هي اللي غادي تلعبي البطل انا هو البطل والانسه سميتها شكون لا 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 هي اللي كنتي غتلعبي داك العنوان سميت العنوان الورطه انت كنتي غادي تلعبي الورطه وانت دابا راه في ورطه واحد شويه هنا حليمه انت ها انت هبيله واخا انا هبيله قولي شنو كاين راجلك يا لاله مدوز 26 عام ديال الحبس 26 وهذا قياس جوجنا هذا يا لطيف يا لطيف شنو ماشي غير هبيله ماشي غير حمقى مزنزنه قولي انت هبيله انا هبيله اختي قولي لي شنو كاين كيبيع ويشري في الحشيش ولا كيوكلني الحرام والغبره ومني جاتو الخبره ولكن قيل كان صغير كنت حليمه اشنو حليمه اشنو الخبره الشمان السطوره داكشي الغالي هاو بالارقام والله يهديك امي امتي امي امتي امي امتي امي قولي اش اخرى اش حليمه هذه هي الاخر اختي ما فيها ما يتقال اختي قولي قولي انا متوقفه كي قولي انت هبيله والله ما نقولها قولي لي اشنو كاين